الحرب على الإرهاب تعود إلى ذروتها في تونس. ولاية القصرين بالوسط الغربي هي خط المواجهة الأول. 3 جنود قتلوا في هجوم إرهابي يوم تسلم يوسف الشاهد للسلطة ضمن رسالة قوية من الإرهابيين. تحول الشاهد إلى القصرين في محاولة للرد على هذه الرسالة. القوات نتاعنا في جاهزية قصوى وجينا هنا باش نتفقدوا ونهزوا المعنويات نتاعهم. تأكدنا أن القوات هذه اليوم في أتم جاهزية باش تدافع على تونس. هذيك هي أول خط دفاع على تونس هنا في القصرين، وقاعدين يقوموا مجهودات كبيرة، وإحنا هنا باش ندعموهم، وهذمك مفخرة لتونس ومفخرة لنا الكل. وما زالت قوات الأمن التونسية تتعقب العناصر الإرهابية محققة نجاحات استخباراتية. الرئيس التونسي وخلال ساعات أشرف على اجتماع مجلس الأمن القومي والمجلس الأعلى للجيوش لوضع خطط أكثر نجاعة لتأمين البلاد. الإرهاب نحن متعايشين معه الآن، وضع قائم ذات، ولابد نتعامل معه على المدى الطويل، سواء كان يعني في الميدان الداخلي، الإرهاب الداخلي قاعدين نقاوموا فيه كل يوم تتجد حالات، أو أيضا في انعكاسات الخارجية. وما زال الإرهاب التحدي الأول بالنسبة إلى السلطة التنفيذية، مع أنها حققت نتائج إيجابية خلال الأشهر الماضية. فتونس لم تشهد منذ 6 سنوات أمنا كالذي عاشته البلاد خلال رمضان والموسم السياحي. خطر الإرهاب ما زال قائما في تونس، وهو تحدي يواجه حكومة تونس الوريدة. حكومة الشاهد مدعوة أيضا لتوخي الحيطة والحذر وتشديد الخناق على المجموعات العائدة من بؤر القتال والتوتر، حيث تحدث رئيس الحكومة المستقيلة السيد حبيب الصيد عن وجود ما لا يقل عن 18,000 تونسي منعوا من السفر إلى هناك العام الماضي. وتسعى حكومة يوسف الشاهد إلى أن تكون حاسمة في الحرب على الإرهاب، فالشاهد أبقى على وزراء الداخلية والدفاع دون تغيير، وأعلن منذ البدء أن نشر الأمن سيكون أولوية مطلقة لدى الحكومة. الإرهاب يطل برأسه من جديد، ملف قديم متجدد يثقل كاهل البلد ويضع الحكومة الوليدة أمام تحديات هي الأبرز والأهم في نظر عموم التونسيين. فتح الفلحي، قناة ميديان تي في، تونس.